بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب قسم هندسة تقنيات الحاسبات المرحلة الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ محاضرة جديدة في مادة الكمبيوتر أركيتكتشر. تذكرون هذا صديقنا اللي قاعد بالمطعم اللي فادنا في فهم موضوع الكاش ميموري؟ اليوم إن شاء الله راح يفيدنا في فهم موضوعنا اليوم. هذا الشخص اللي عرفناه من المحاضرة السابقة إنه إنسان مستعجل، بعد ما خلص الأكل مالته فتح الحاسبة مالته على مود يشغل برنامج معين بغض النظر عن البرنامج الآن. استغرق وقت طويل على ما انفتح البرنامج، فقال ليش أني قاعد أقعد فترة طويلة على مود انفتح البرنامج؟ ففكر إنه أحد الحلول هو يوسع الرام، يعني يضيف رام. فراح للسوق على مود شنو؟ على مود يضيف رام إلى الرام اللي عنده، حتى شنو؟ حتى يزود حجم الرام اللي عنده. فموضوعنا لهذا اليوم هو الميموري اكسبانشنز، توسيعات الميموري. زين، السؤال هنا انا بكل فترة اريد، يعني يطخ ببالي انه اوسع الذاكرة اروح اشتري من السوق؟ لا، هذا يعتمد على شغلتين، اولا نوع البروسيسور اللي عندك، ثانيا على شغله اسمها ميموري ادرس ماب. ميموري ادرس ماب يعني شنو ميموري ادرس باب؟ يعني عدد الادرسز او العناوين اللي يقدر يعنونها المايكرو بروسيسور. مثلا في ال 885 راح يكون عبارة عن 16 بت ادرس باس، و 8 بت داتا باس. شنو يعني 16 بت ادرس باس و8 بت داتا باس؟ 16 بت ادرس باس يعني عدد العناوين اللي يقدر يعنونها ال 885، راح تكون من 16 صفر، راح اكتبها بالهكسة عبارة عن 4 اصفارة. تتعرفون يعني كل صفر عبارة عن شنو؟ عن 4 ديجيت باينري، والى 16 واحد راح اكتبها بالهكسة 4 عفات. هاي عدد العناوين اللي يقدر يعنونها الـ 885، وهذا هو الميموري ادرس ماب، يعني عدد العناوين اللي يقدر يعنونها البروسيسور مالتي. بال 885 ايش قد؟ 16 بت، يعني العنوان الاول راح يكون عبارة عن 16 صفر، والعنوان الاخير راح يكون عبارة عن شنو؟ عن 16 واحد. هاي عدد اللوكيشنز. زين، 8 بت داتا باس شنو هاي؟ هاي كل لوكيشن، احنا مو قلنا كل لوكيشن الا عنوان، كل لوكيشن هو عبارة عن 8 بت، يعني واحد بايت. فحتى يوصل، حتى يوصل الـ 885 لكل الميموري ادرس ماب، حتى يوصل لها يحتاج 16 بت ادرس باس، يعني من الادرس 0 الى الادرس شنو؟ الى الادرس 15. هاي حتى شنو؟ حتى يوصل الى كل اللوكيشنز اللي موجودين في الميموري ادرس ماب. زين، بالنسبه للداتا باس، الداتا باس هي راح تكون من الدي 0 الى الدي 7، يعني ايش قد حجم المين ميموري اللي اقدر اخليها بال 885؟ المين ميموري معناها الرام والروم. حجم المين ميموري اللي اقدر اخليها بال 885 هنا اقدر احسبها شلون؟ عندي هنا عدد اللوكيشنز هي 2 أس 16،
عدد اللوكيشنز من اللوكيشن الأول إلى اللوكيشن الأخير، عددهم 2 و16، يعني ايش قد؟ يعني 64 كيلو. زين 64 كيلو يعني 64 لوكيشنز عندي في ال 8085 اقدر اعنونهم. زين كل لوكيشن قلنا ايش قد بي يقدر نخزن بي؟ نقدر نخزن بي 8 بت، يعني ايش قد؟ يعني 1 بايت، فاخلي هنا انا بايت. فعدد او حجم المين ميموري اللي اقدر اخليها بال 8085 هو ايش قد؟ 64 كيلو بايت. زين اقدر اخلي اكثر من 64 كيلو بايت؟ اقدر، بس شنو؟ ما راح استفاد منها لان ما راح يشوفها ال 8085. اقدر اخلي اقل؟ اقدر اخلي اقل. فمثلا صديقنا ابو المطعم كانت حاسبته عباره عن مثلا 128 بايت روم، من الروم، ومثلا 1 كيلو بايت رام. فايش يريد هسه؟ يريد يوسع الرام، فراح شو يسوي؟ راح يضيف رام جديد. فيشتري رام جديد، خلينا نفرض انه اشترى رام عبارة عن 2 كيلو بايت من الرام. راح يقدر يقرأ ال 8085؟ راح يقدر يقرأ ال 8085، ليش؟ لأن يقدر يقرأ لحد 64 كيلو بايت. لا تنسون هاي ال 64 كيلو بايت مين جبناها؟ من حساب عدد اللوكيشنز اللي بين ال 16-0 إلى 16-1، هاي ذني من حسبناهم طلعن عبارة عن 64 كيلو لوكيشن. كل لوكيشن بيش قد؟ بي 8 بت. فراح يكون 64 كيلو، الثمانية بت هي شنو؟ هي عبارة عن 1 بايت، فراح يصير 64 كيلو بايت. زين بال 8086 راح يكون عبارة عن 20 بت ادرس باس، و 16 بت داتا باس. وعرفنا شنو معنى هاي ال 20 بت ادرس باس، قلنا عبارة عن عدد العناوين اللي يقدر يعنونها ال 8085، العفو هنا ال 8086، يعني راح يكون من الادرس 0 الى الادرس ايش قد؟ 19، يعني راح يتغير اللوكيشن من اللوكيشن الاول 19-0 الى اللوكيشن الاخير ايش قد؟ 19-1. زين هسه اليوم موضوعنا هو الميموري اكسبانشنز، يعني توسيعات الميموري. فخلينا نشوف بالبدايه شريحه الرام، الرام تشيب، وشريحه الروم، الروم تشيب. هنا عندنا الرام تشيب، شريحه الرام راح تحتوي على ريد ورايت، يعني راح يكون هون اكتف بالصفر، و ادرس باس هنا من الادرس 0 الى ادرس ان، لان بعدنا ما نعرف حجم الرام. وهنا عندنا التشيب سيلكت كذلك يتفعل بالاكتف لو بالصفر. التشيب سيلكت معناها انه انا هسه هنا بهذا هاي الحاسبه مو صار عندي 2 رام، فاذا اريد اشغل هذا الرام ابو الواحد كيلو ادز صفر على التشيب سيلكت هذا، وإذا أريد أشغل الرام أبو الاثنين كيلو أدز صفر على الشيب سيلكت مالته اللي يتفعل بالأكتف لو، وراح أشوفها بعد شوي. زين بقى لنا شنو؟ هنا الداتا باس راح تكون عبارة عن 8 داتا باس من الدي 0 إلى الدي 7، يعني هنا 8 باسز.
من الـ D0 إلى D7 ومتصلات بالـ CPU. كذلك هنا أنا عندي الأدرسز عبارة عن بصص، كل حجم من الرام راح نعرف عدد الأدرسز اللي نحتاجها. بالروم نحتاج فقط select لي الريد، ليش؟ لأن الروم فقط نكتب بها ما نقرأ من يمها، ويتفعل الريد كذلك بالاكتف لو بالصفر. وهنا عندنا chip select كذلك يتفعل بالصفر، وهنا عندنا عدد من الادرسز حسب حجم الروم، وهنا عندنا data bus من الدي 0 الى الدي 7 متصلات وين؟ بالسي بي يو. كل هذا هو متصل بالسي بي يو لان هو يطلع اوامر السي بي يو. زين، خلينا نشوف انواع الاكسبنشنز اللي عندنا، انواع التوسيعات. التوسيعات الاكسبنشنز عبارة عن ثلاث انواع. اولا اوسع بالحجم، مثل ما وسع صديقنا هنا جاب ميموري هنا وخلاها جوا الميموري اللي كانت بالجهاز، فزاد شنو؟ زاد عدد اللوكيشنز، زود عدد اللوكيشنز اللي موجودة بالحاسبة مالته. او هنا عندنا نوع ثاني هو الوورد اكسبنشن. الوورد اكسبنشن يعني اوسع بالعرض، يعني اجيب رام واخليها بصف الرام اللي عندي، فزاد شنو؟ زاد العرض. يعني الوورد بدل ما كانت 8 بت صارت ايش قد؟ صارت 16 بت، واذا كانت 4 صارت ايش قد؟ صارت 8. زين، وعندي النوع الثالث هو الهايبرد. الهايبرد معناها بالطول وكذلك بالعرض، راح يوسع بعدد اللوكيشنز وبمن وبالعرض، يعني بحجم كل وورد. بال 8085 قلنا كل لوكيشن عرض الكلمه بيش قد؟ 8 بت، لا ننسى. فخلي اول شيء ناخذ النوع الاول اللي هو السايز اكسبنشن. هنا الاكزامبل الاول يقول construct 4K V8 memory. هنا بدل ما يقول 4K بايت قال شنو؟ 4K V8 في 8، 4K في 8 قال، بدل ما يقول 4 كيلو بايت ميموري using 1K V8 memory. هاي بدل ما يقول 1 كيلو بايت. زين، هو هنا شو يقول؟ يقول أنا أريد أصنع أو أبني نظام، هذا النظام يحتوي على 4 كيلو بايت من الميموري. زين، رحت للسوق ما لقيت ميموري حجمها 4 كيلو بايت، فاضطريت أشتري 4 × 1 كيلو بايت. فيقول لي ابني لي بهاي الـ4 × 1 كيلو بايت ميموري وحدة حجمها 4 كيلو بايت. فش راح أسوي أني؟ أنا مو جبت رام 4 منهم 1 كيلو، خلي هاي على صفحة هسه، مو جبت من هاي 1 كيلو، خلنا نكتب 1 كيلو، 1 كيلو في 8، أو أكتب شو أكتب؟ 1 كيلو بايت نفس الشيء، مو جبت منها 4؟ هاي وحدة، هاي 2، هاي 3، وهاي 4، اشتريت منها 4، حتى شنو؟ حتى اسوي، حتى اجمعهم كلهم واسويها ايش قد؟ 4 كيلو بايت. هلا ارتبهم، زين هسه هذول راح يكون حجمهم 4 كيلو بايت. هسه شريط اريد اسوي انترفيس ما بينهم. بالبدايه هو حجم الرام، كل رام حجمه ايش قد؟ 1 كيلو بايت. ال1 كيلو هي عدد الادرسز، 1 كيلو،
راح يكون 2 أس 10، راح يكون من آدرس 0 إلى الآدرس إيش قد؟ إلى الآدرس 9، لأن يعني هم كلهم حجمهم إيش قد؟ عددهم 10، راح يكون من الآدرس 0 إلى الآدرس 9. كذلك هذا 1 كيلو بايت، فراح يكون عدد الآدرس اللي جبناه منين من 1 كيلو راح يكون 2 أس 10، فراح يكون من 0 لـ9. من 0 لـ9، لأن حجمنا كذلك 1 كيلو، أو عدد اللوكيشنز اللي بيه 1 كيلو 9. زين، عدد الداتا باس منين أجيبها؟ من هاي عندي 8. نعم، معناها شنو؟ كل لوكيشن أقدر أخزن بيه 8 بت، فأكتب من الدي 0 إلى الدي 7. من الدي 0 إلى الدي 7، لأن كذلك هو 8. فهذا راح يكون من الادرس 0 الى الادرس 9، وهذا يرتبط به، يعني راح اسوي بيناتهم انترفيس. على مود اكون من 1 كيلو راح اكون 4 كيلو. خلنا نرتبها شوية. هسه ربطنا الادرس. زين، بعد ايش عندي اربط؟ لازم اربط الداتا بس. خل اغير اللون. زين، هسه ربطت شنو؟ ربطت الداتا بس. هذا كلهم راح يكون يتوجهون وين؟ الى السي بي يو، لان هو راح يطلع اوامر. هاي دي 0 الى دي 7 كلهم راح وين يروحون؟ راح يروحون الى السي بي يو. زين، هنا عندنا الريد والرايت كذلك راح يكون، كذلك راح يكون مربوطين بالسي بي يو. زين، هسه السي بي يو يريد يوصل الى الرام الاول، هذا الرام الاول، الى اللوكيشن، اي لوكيشن من الرام الاول. فلازم شو يسوي؟ لازم يشغل الرام الاول. شلون يشغل الرام الاول؟ من خلال ايديز اكتيف لو 0 الى تشيب سيلكت مالته. فنحتاج فد سيركت من خلالها السي بي يو هو اللي يختار الرام اللي يريد يشغله. فراح نجيب سيركت اسمها ديكودر، ماخذيها انتو. تكون عبارة عن 2 × 4 ديكودر. ليش؟ يعني انا عندي الاوتبوت ايش قد؟ عندي 4 رام، فالاوتبوت راح يكون عبارة عن 4 اوتبوت، والادخال عبارة عن 2. زين، هاي كله قلنا متوجه لمن؟ الى السي بي يو. هذا خلينا نفرض مالتنا السي بي يو. من الدي من الادرس 0 الى الادرس ايش قد؟ الى الادرس 9. زين، هنا احنا قلنا بال 8085 راح يكون الادرس باس عبارة عن 16 ادرس، من الادرس 0 الى الادرس 15. فبقى لنا هنا من الادرس 10 الى الادرس 15 فارغ. فاربط هنا الادرس 10، وهنا اربط الادرس 11.
زين، وهذول راح اربطهم بالتشيب سيلكت. هذا الأخير هنا. زين، فخلي نفرض السي بي يو يريد يوصل الى اللوكيشن الاول بالرام الاولى، فراح يخلي من الادرس، هل اكتبه كتابة، راح يخلي من الادرس 0 الى الادرس 9 كلهم اصفارة. ليش؟ لأن يريد يوصل اللوكيشن الأول اللي هو عبارة عن 9 اصفارة. زين، الادرس 10 والادرس 11 راح يخلي بيهم ادرس 10 ادرس 11 راح يخلي بيهم 0 0. وهذول كلهم اصفارة. ليش؟ لأنه يوصل اللوكيشن الأول. زين، إذا أريد يوصل إلى الرام الثانية، هاي الرام، فراح يخلي هنا 1 0 بالأدرس 10 وبالأدرس 11. إذا أريد يوصل إلى هذا الرام الثالث، راح يخلي هنا 0 0 1. إذا أريد يوصل إلى هذا الأدرس، راح يخلي شيل 1 1. وهنا هذول من الأدرس 0 إلى الأدرس 9 راح يخلي بيهم شنو؟ ادرس اللوكيشن اللي يريد يوصل له. وال10 وال11 راح يخلي بيهم الرام اللي يريد يعمل له سيلكت. اذا يريد يعمل سيلكت قلنا للاول راح يخلي 0 0، الثاني 1 0، الثالث 0 1، الرابع 1 1. ان شاء الله تكون مفهومه. وقلنا كلهم هذول مثلا الريد والرايت و الداتا باس كلهم راح يكونون مرتبطين بمن؟ بال سي بي يو. زين، السؤال الثاني اللي فهم النوع الاول من الاكسبنشنز اللي هو السايز اكسبنشن، عندنا هذا السؤال. هذا السؤال يقول a computer system that has 6 كيلو بايت مين ميموري. يعني هذا الكمبيوتر سيستم مفروض ب 6 كيلو بايت مين ميموري، يعني رام وروم. زين، الرام هو 4 كيلو بايت يحتوي من الرام، هو هذا السيستم، و 2 كيلو روم، 2 كيلو بايت روم. اللي متوفر مثلا، خلينا نفرض رحنا للسوق، اللي متوفر لقيناه بالسوق فقط ابو ال 2 كيلو بايت رام وابو ال 2 كيلو بايت روم. فلازم حتى اكون 4 كيلو بايت رام، شو اجيب؟ اجيب 2 او الكيلو بايت رام. والروم ما عندي مشكله بيه، لان هو اللي لقيته نفسه اللي يريده بالسيستم مالتي. فلازم اشتري شقد؟ 2 كيلو بايت رام. فراح اجيب من هنا 2 كيلو بايت رام. عرفنا شنو الفرق الرام عن الروم. الرام بي سيلكت للريد ورايت، والروم بي فقط ريد. هذا الثاني. وقعدنا الروم. هذا الروم. لا، ما احنا الروم نخليه لي فوق. ان شاء الله ما نكون مشكلة. ليش نخليه لي فوق الروم؟ لان النظام يبدي يقرأ من الروم، يعني يبدي يسوي اقلاع من الروم، فخلي نخليه لي فوق. Thank you.
حجم الرام راح يكون شقد 2 كيلو بايت، حتى نكون شقد 4 كيلو بايت. هاي 2 كيلو بايت. 2 كيلو هي المن، هي للادرس باس، والبايت هي للداتا باس. وهنا الروم ايش قد الحجم؟ كذلك 2 كيلو بايت. زين، بما انه قلنا عدد اللوكيشنز، هذن اللوكيشنز اللي موجودات في الرام والروم هي 2 كيلو. اذا 2 كيلو هي 2 اس 1 في 2 اس 10، فراح يكون 2 اس 11. فعدد الادرس باس حتى يوصل السي بي يو لكل اللوكيشنز الموجوده في الرام وفي الروم، لان اثنين من نفس الحجم، راح يكون من الادرس 0 الى الادرس ايش قال؟ الى الادرس 10. كذلك هنا عندي ادرس 10. ادرس 10. وهذول كلهم يكونون مرتبطين وين؟ يكونون مرتبطين بالسي بي يو. بغض النظر عن نوع السي بي يو، ان كان 8085 8086 اي نوع. هذا عندنا السي بي يو، هاي ادرس 0 هاي ادرس 10. كذلك عندنا الداتا باس، بما انه هي بايت، اذن واحد 8 بت، اذا من الصفر الى السبعة، الى السبعة الى السبعة، وهذول من الصفر للسبعة يكونوا مرتبطين مع بعض. راح نسوي انترفيس بيناتهم، راح نسوي نظام، وهذا هذول الداتا باس راح يكون وين مرتبطين؟ كذلك بالسي بي يو. وقعدنا نربط الريد مع الريد، والريد والرايت مع الريد والرايت هنا، وراح يكونون هاي الريد والرايت مرتبطين بالسي بي يو، ويتفعلون قلنا بشنو؟ بالاكتيف لو. يعني من يجي الصفر راح يتفعل الريد او الرايت. زين، بقالنا نعرف شلون راح يوصل السي بي يو الى اي شريحه من هاي الشرائح، يعني اي رام او روم، من خلال شنو قلنا؟ من خلال تشيب سيلكت. هاي فيحتاج سيركت اسمها ديكودر، تكون 2 في 4. ليش؟ لان احتاج اوتبوت اني 3، فما عندي انا بالديكودر لو 2 في 4، لو 3 في 8، لو 4 في 6. راح يكون عبارة عن 4 output و 2 input. 2 input. زين، ال input راح يخليهم مربوطين بالادرس شقد 11 والادرس 12. و هنا الاوتبوت راح يربطهم بالتشيب سيلكت، هاي الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، والرابع يخليه ما مربوط. فهنا راح نسوي جدول، نقول من الادرس، الادرس 0، الادرس 0 الى الادرس 10، هذولا راح من خلالهم يوصل لأي لوكيشن داخل الرام والروم. زين، الادرس 11 والادرس 12، من خلالهم راح يختار أي
شريحة يريد يعملها سلكت، فإذا أخلها هنا صفر صفر راح يوصل لمن؟ راح يوصل للروم. وإذا أخلها هنا صفر واحد صفر راح شنو يوصل إلى الرام الأولى، وإذا أخلها صفر واحد راح يوصل إلى الرام الثانية. وهنا هذول من خلالهم من الأدرس 0 إلى أدرس 10 راح يوصل إلى أي لوكيشن داخل الروم أو الرامز اللي عندنا الثاني. طبعا حسب شنو؟ حسب موقعهم وين؟ موقعهم بالميموري أدرس ماب. يعني مثلا إذا الروم احنا قلنا دائما الروم راح نخليه وين؟ راح نخليه بالبداية، وراح يكون الأدرس الأول من الروم هو شقد؟ عبارة عن 10 صفارة أو 11 صفر. 11 صفر ليش؟ من الأدرس 0 إلى الأدرس 10. فإذا خلينا هنا 11 صفر راح يوصل إلى الأدرس الأول أو اللوكيشن الأول داخل الروم. وهنا كذلك الرام الثاني والثالث حسب موقعهم وين بالأدرس ماب. مثلا احنا مو إلا بالتسلسل، يعني مثلا خلي الرام الأولى هنا، مثلا هنا هذا الرام بدايته كمثال، يعني F 10 مثلا أي كمثال بالهكس. فإذا يريد يوصل إلى اللوكيشن الأول، هذا اللوكيشن الأول داخل هذا الرام لازم يدز على يا أدرس، لازم يدز على هذا الأدرس كذلك إلى اللوكيشنز البقية في الرام الأولى والرام الثاني. مثلا نخليها هنا إن شاء الله يكون الموضوع فهم بصورة صحيحة. الآن راح نأخذ النوع الثاني من expansion اللي هو word expansion. في word expansion راح نجيب الرام ونخليها بصف الرام اللي عندنا. هنشوف سؤال نهاية في يريد يقول example construct 4K في 16 ميموري، يعني عرض كل لوكيشن وش قد 16 بت، وعدد اللوكيشنز هي 4K باستخدام 4K في 8 رام. ايش اسوي حتى اوصل الى 4K في 16؟ اجيب 2 رامز من النوع 4K في 8 واخليهم واحد بصف الاخر. بس هنا من اجيب 4K في 8 منها 2 راح اخليهم واحد بالصف الاخر، راح يكون كل لوكيشن عبارة عن شقد؟ عن 16 بت. يعني شنو؟ يعني كأنما صاروا ميموري واحدة. خلينا نشوف هذا شنو راح يفيدنا. هاي الملاحظة، خلي اجيب 2 رام من هذا قليل شخابط به. لا ننسى أن نريد بالسؤال كوني أو ابني لأربعة كيلو في 16 من باستخدام 4K في 8. فأخلي هنا إنه هذا الرام هو 4K الحجم مالته، 4K في 8. لازم 2 من يمها على مود يكونوا لي 4K في 16. خليها بصفة ليش؟ لان انا اريد اوسع بالارض، اوسع بحجم الوورد. هنا الوورد هو 8 كل واحد، فراح يكونوا لي 4K في 16. زين
هنا كل وورد هي 4 كيلو، يعني الأربعة كيلو شنو؟ هي عدد اللوكيشنز. حتى أوصل لكل لوكيشن أقول 2 أس 2 الـ4 كيلو في 2 أس 10 الكيلو، راح يكونوا 2 أس 12. 2 أس 12 يعني من الأدرس، هاي عندي السي بي مالتي، من الأدرس 0 إلى الأدرس 11، كذلك هاي 11 أسويها، هاي 11 زين، وهذا راح يكون مرتبط بمن؟ هذا زين. أما بالنسبة للداتا باس خل أغير اللون، فراح يكون العرض مالته ايش قد؟ راح يكون 16 بت من الدي 0 إلى الدي ايش قد؟ 15. هذا يكون مربوط بمن؟ بالسي بي يو، كل شيء مربوط بالسي بي يو. فهذا راح يكون الأول من الدي 0 إلى الدي 7، وهنا من الدي 8 الدي 8 إلى الدي ايش قد؟ 15. خل أغير اللون. من الدي 8 إلى الدي 15 ويكونون مرتبطين مع بعض. زين. وكذلك الريد والرايت يكونون مرتبطين بالسي بي يو. وقعدنا تشيب سيلكت قبل شوية، قلنا انه من نوسع بالعروض راح تكون هذول الاثنين الرامين عبارة عن شنو؟ عن عبارة عن رام وحدة، عبارة عن رام وحدة. فحتى اوصل للرام الوحدة هاي احتاج تشيب سيلكت واحد، ما عندي مثلا تشيب سيلكت اربطه على اليمن على مثلا الاي الادرس شنو؟ احنا وصلنا ل 11 الادرس 12، هذا داخلنا هنا صفر راح يتفعل الرام الوحده، الاثنين قلنا عباره عن رام وحده، وداخل له واحد راح ما يتفعل. ليش؟ لان قلنا يتفعل بالاكتف لو بالصفر،